موضوعنا اليوم اللي هو Buried Trends in Atomic Properties، الخواص الذرية وكيف تتدرج في الجدول الدوري. إيش يعني تتدرج؟ يعني عند الانتقال بالتدرج من اليسار إلى اليمين شو يصير بهذه الخواص، وعند انتقالنا من أعلى إلى أسفل إيش يصير بهذه الخواص بشكل عام، ولكل قاعدة شواذ زي ما تعرفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أول خاصية اللي هي الأتوميك راديوس. أتوميك راديوس إحنا لو أخذنا اللي هي نفس القطر، لو أخذنا البي آر تو، البي آر تو من دراسات الإكس راي بياخذ المسافة من نواة الذرة الأولى إلى نواة الذرة الثانية، بيقسمها على 12، يعني مسافة من هون لهون هي آر ومن هون لهون هي آر. الآن هاي المسافة كاملة هي 2 آر، لما يقسموها على 2 تطلع يعني نصف قطر كل كرة من هذول الكرات، على اعتبار أن الذرة شكلها كرة. 2 آر هنا من القياسات تاعت ما تطلع إلا بالإكس راي 228 بيكومتر، نقسم على 2 يطلع 114 اللي هو الأتوميك راديوس أوف 1 برومين أتوم. الكوفالنت بوند اتوميك رادياي كولد كوفيلنت اتوميك رادياي، يعني اذا كانت الذره اذا كان مركب تساهمي مثل هذا الشكل بي ار 2 مثلا اتش بي ار او 2، هذه الاشياء اسمها مركبات تساهميه، وعندها يسمى هذا النصف كوفيلنت اتوميك رادياي. بينما اذا كان هنا مثلا حديد مع ذرة حديد أخرى، عندك نحاس مع نحاس، يعني فلزات بنسميها ميتاليك رادياي، نسميها ميتاليك رادياي. الآن in going from left to right across period، يعني لما تمشي من اليسار إلى اليمين في البيريد، حكينا المرة الماضية هذه period number 1 period number 2 3 إلى آخره 4 5 إلى آخره. الآن عند الانتقال من اليسار لليمين طلع على هذا، مثلا هذا الصف واضح، هذا صف كبير جدا، يبدأ يقل في الحجم إلى أن يكون صغير جدا، وبالتالي the atomic radii decrease in going from left to right across period، عند الانتقال من اليسار إلى اليمين the atomic radii اللي هو نصف القطر يقل. السبب due to increase in Z effect، وهاي Z effect اكتبوها هي شحنة النواة الفعالة. Z effect هي شحنة النواة الفعالة. ايش يعني شحنة النواة الفعالة؟ يعني الإلكترون الأخير كم شحنة موجبة يرى. نفصلها، نجعل بوتاسيوم، بوتاسيوم عدد ذرة 19، لأن عندك الشحنة 19 شحنة موجبة في النواة اللي هي بروتونات ومعها نيوترونات متعادلة الشحنة ما لناش علاقة فيها داخل النواة. المستوى الأول بأخذ إلكترونين وسالبات، المستوى الثاني بأخذ 8، والمستوى الثالث يأخذ أكون مفصل هذا المستوى الثالث إلى 2 orbital 8 و 1. هاي الشحنات السالبة، تمام. الآن الشحنات السالبة تساوي الشحنات الموجبة في الذرة المتعادلة. الإلكترون الأخير هذا كم يرى من 19؟ هل يراهن كلهن؟ مستحيل. ليه؟ لأنه في عندك إلكترونين في المستوى الأول، وثمانية في المستوى الثاني، وثمانية في المستوى الثالث قدام الإلكترون، وبالتالي هذول العشرة شحنات سالبة بيعملوا حجب شيلدينج، بيعملوا حجب لإلكترونات النواة، وبالتالي الإلكترون هذا ممكن يشوف من ال 19 فقط شحنتين موجبات أو شحنة ونص موجبة. لذلك
ما يراه فعليا من شحنة موجبة يسمى زد افكت، ولها حسابات ولها قوانين تاخذوها ان شاء الله في انورجانيك 2. اذا الزد افكت او شحنة النواة الفعالة تؤثر على الحجم. هون مقدار الالكترونات 2.88 قد يصير 18 شحنة سالبة تحجب عن هذا الالكترون عدد من الشحنات الموجبة بسبب وجودها أمامه، بسبب أنها توجد أمامه. يعني زي طالب قاعد بالكرسي الخلفي أو الكرسي الأخير من القاعة، ما راح يشوف الدكتور كامل، راح يشوف جزء من الدكتور بسبب أنه زملائه اللي قدامه عملوا حجب للرؤية بين وبين المحاضر أو الدكتور. الآن لو أخذنا البروم نفس الوضع هذا، نفس الوضع، بس اللهم النواة فيها 35 شحنة موجبة، 35 شحنة موجبة، وعندك مستوى 2 3 والرابع أجا في 7. نعم هذولا يعني كيف بدي أحكي، نفس المستويات، لكن الآخر إلكترون، آخر إلكترون مهما حجبنا عنه من شحنات أكيد راح يشوف له 3-4 شحنات موجبة 5. وبالتالي الزد افكت للبروم اكثر بكثير من الزد افكت لمين؟ للبوتاسيوم. والزد افكت هو مقدار رؤيه جسم سالب لموجب، فكل ما كان انه شاف موجب اكثر كل ما اقترب عليه اكثر، وبالتالي الالكترونات المستوى الاخير رغم كثرتها تقترب اكثر على وين؟ على نواه البروم أكثر منها للبوتاسيوم. لذلك من اليسار لليمين نقول زد افكت تزداد، إذن التجاذب مع النواة يزداد مما يؤدي إلى نقصان في الحجم. نقرأها. إذن ليش من اليسار لليمين يصير ديكريز للأتوميك رادياي؟ السبب إنكريز زد افكت. طيب وبعدين شو يعني زد افكت؟ This means that the valence electrons are drawn closer to the nucleus. يعني تقترب أكثر وأكثر من النواة مما يؤدي إلى نقصان في الحجم. طبعا حكينا امبارح شيء عن valence electron اللي هي الإلكترونات المستوى الأخير، لأن هي اللي تحدد الحجم. يعني الالكترونات هاي ما بتحدد حجم، الالكترونات هاي ما بتحدد الالكترون الاخير قديش بعيد عن النواة، احنا نقول حجمها هيك. Atomic radius increase down a group. يعني ايش down a group؟ يعني من اعلى لاسفل، هاي down a group، من اعلى لاسفل شو يصير بالحجم؟ زي ما شايفين حجم صغير جدا يكبر اكثر اكثر اكثر، هذا ضخم جدا. طيب السبب because of increase in the orbital size. بسبب orbital size in successive principal quantum level. يعني السبب انه n تزداد، يعني لما نجي نوزع الهيدروجين هنلاقي ينتهي ب 1s1. طيب الليثيوم توزيعه 1s2 S1. أها هذا S1 هذا S1، لكن هذا بالمستوى الأول هذا بالمستوى الثاني. طيب والصوديوم 1S2 2S2 2B6 3S1، صحيح هو S1 بس بالمستوى الثالث. فكل ما نزلنا لتحت كل ما زاد مستوى، زي ما انتم شايفين إذا زاد مستوى معناته الحجم يزداد، يعني فتحنا شل جديد، فتحنا مستوى جديد، إذا الحجم حتما راح يزداد بسبب زيادة قيمة N، وهي أسهل من اليسار لليمين. الخاصية الأولى إذا من الخواص الدورية اللي راح ندرسها اليوم اللي هي الأتوميك ريديوس، راح ندرس 4 خواص بهذا الشكل. الخاصية الثانية ionization energy، والأسئلة عليها جمة وكثيرة جدا، لذلك انتبهوا لها. ionization energy is the energy required to remove an electron from a gaseous atom or ion. يعني أنا عندي مثلاً ليثيوم عدد الذري 3، عندك نواة فيها 3 شحنات موجبة، وعندك المستوى الأول فيه إلكترونين،
والمستوى الثاني في إلكترون. الآن الطاقة اللازمة لنزع هذا الإلكترون تسمى طاقة التأين. مثل ionization energy هي energy required to remove an electron from gaseous atom or ion. يعني الليثيوم سلد، نعرف أنه سلد، بيقول لك أول شيء تحول السلد لغاز بعدين تنزع منه إلكترون. الشرط أنه النزع من الذرة وهي في الحالة الغازية، أو الأيون وهو في الحالة الغازية. أعطاكم مثال ألمنيوم، نحن نعرف الألمنيوم سلد، فالخطوة الأولى بنحوله إلى غاز بعدين ننزع منه إلكترون يتحول إلى موجب، والأينازيشن إنرجي هاي 580 كيلو جول بير مول، بس نعرف ليش موجب. الآن بالوضع النيوترال زي هي، خلينا نروح على الليثيوم لأنه الألمنيوم 13 دي شرسمه من جديد، نفس الفكرة تنطبق على الليثيوم. الليثيوم عندي ثلاث شحنات موجبة في النواة ويدور حول ثلاثة إلكترونات سالبة. لما أنزع إلكترون سالب بيصفي معي ثلاث شحنات موجبة في النواة ويصفي معي إلكترونين سالبات يدور نحو، لأنه هذا نزعناه خلاص راح. التوتال تشارج راح تصفي موجب واحد، فكل ما نزعنا إلكترون سالب من الذرة تتحول إلى أيون موجب. طب لو نزعنا إلكترونين موجب اثنين، طب لو نزعنا ثلاث موجب ثلاث، وهكذا. إذا الألمنيوم توزيع إلكتروني 13، طبعا 1s2 2s2 2b6 هذول كور إلكترون، خلصنا منهم. 3s2 3p1 الله لازم أكتب. إذن هو توزيع النيون، هذا مستقر ما حد يلعب فيه، وينتهي ب 3s2 و 3p1. بيقول إذا بدي أنزع إلكترون واحد من هون هذا بحتاج طاقة مقدارها 580. إذا نزعنا إلكترون سالب بيصير الموجب اللي هون اللي هو موجب 13 أكثر من الشحنات السالبة بواحد، فتصير شحنة الألمنيوم موجب واحد. إذا عند نزع أول إلكترون بيتحول إلى ألمنيوم موجب واحد وتسمى I1. الآن نأخذ الألمنيوم موجب واحد وبننزع منه كمان إلكترون، يعني هذول الاثنين بيروح منهم كمان واحد، فأحتاج طاقة أعلى شوي لسببين. السبب الأول إنه الأس مستقر، يعني الأس حكينا المرة الماضية يستقر على إلكترونين، وبالتالي إذا بدي أنزع إلكترون من فلك مستقر بلاقي شوية صعوبة هون. والسبب الثاني إنه الزد إفكت لما فقدنا آخر إلكترون زادت، وبالتالي قوة جذب النواة لهذول الإلكترونين أكثر من الحالة الأولى بوجود هذا الإلكترون، وبالتالي هذول السببين يخلي النزع الإلكترونين من أس صعبات. طيب الآن تحول إلى ألمنيوم موجب اثنين زي ما شفتوا زاد إلكترون، بدي أخذ ألمنيوم موجب اثنين وبنزع كمان إلكترون اللي هو أصفي هنا صفر، أحتاج طاقة كبيرة جدا اللي هي 2740، ما ظننا ضمن المعقول. هذول كلهن نزعناهم الآن عند هاي الخطوة، فقدنا كم إلكترون يا جماعة؟ ثلاث إلكترونات. إحنا ما بنكتب الأولى ولا الثانية، بنتعودين نشوف الألمنيوم موجب ثلاث وخلاص زائد ثلاث إلكترون، لكن الفقد يحدث بهذه الطريقة على شكل إيش؟ خطوات. لازم تفقد أول إلكترون ثم تأخذ الأيون الموجب تفقد الثاني ثم وهكذا. لأن لو حاولنا نأخذ ألمنيوم موجب ثلاث ونفقد كمان إلكترون حتى يصير ألمنيوم موجب أربعة، يحتاج طاقة هائلة جدا مقدارها 11600، عشان هيك ما بصير هذا التفاعل إلا بظروف قاسية جدا، وإذا بدنا نجري عليه تجارب وإلى آخره. لكن لحد 2740 هاي سهلة.
لكن لاحظوا القفزة كبيرة جدا بين مين ومين، بين i3 و i4. شو السبب؟ السبب انه الالكترون الرابع طلع الالكترون الاول، الثاني، الثالث، الرابع منين بدي اجيبه؟ بدي اجيبه من الكور الكترون، وبما انه دخلت في الكور الكترون اذا عملية النزع من الكور الكترون عملية مستحيلة، وبالتالي هذا التفاعل حكينا لن يحدث بسهولة يعني، إلا بظروف قاسية جدا، ويحتاج هذه الطاقة الهائلة علشان أنزع إلكترون واحد. كيف بدي أنزع اثنين ثلاثة وأنزعهم كلهم؟ إذا عملية صعبة. طيب هذا سموه، هذا سموه jump in ionization energy. والآن نحكي عن هذا الجامب. إذن first ionization energy اللي هي I1 is the energy required to remove the highest energy electron of an atom، يعني الطاقة اللازمة لنزع آخر إلكترون من الذرة. The increase in positive charge bends وأنا بيقول الآن هاي الحالة، بيقول ظهور شحنة موجبة شو ماله؟ شار bends the electron، رح يرتبط بالإلكترونين تاعات الأس تاعات 3S more firmly، بقوة أعلى، وبالتالي الionization energy تزداد، يعني من 500 ازدادت مش 1000، 1800. لما زاد الشحن الموجب هون موجب 2 بدي انزع منها واحد، بدل 1800 صار 2700، فالزيادة هذه شو مالها؟ زيادة يعني منطقية. لسبب زيادة الشحن الموجبة يؤدي إلى زيادة التجاذب مع النواة، وبالتالي صعوبة نزع الإلكترون الذي يليه، وهكذا. طيب إذا هذا التدرج في الionization energy دائما لجميع العناصر بلا استثناء، أن الـ first ionization energy دائما أسهل من الـ second ionization energy اللي هي I2، أسهل من الـ third ionization energy، وأسهل من الـ fourth ionization energy. نأخذ الجداول ونستفيد منها، نكتب عليها ملاحظات. هون أخذنا جروب 1A وجروب 8A، يعني بس هيك مجرد مقارنة. الليثيوم 580، العنصر اللي تحته في الجدول الدوري مباشرة الصوديوم 495، البوتاسيوم تحته مباشرة، إذن هذه المجموعة الأولى تشوفوها في الجدول الدوري. السيزيوم كم؟ 382. لاحظوا التدرج من أعلى لأسفل، ها هذه الأرقام عملية جابوا لكم إياها على أساس تأكد المعلومة اللي حكيناها قبل شو، أو نحكيها عن من أعلى لأسفل، من أعلى لأسفل شو يصير بالإيونيزيشن إنيرجي. الإيونيزيشن إنيرجي راح تقل، وكذلك الحال خذ مجموعة أخرى اللي هي مجموعة الغازات النبيلة 2377، 2000 أقل 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 لحد آخر شيء هي أقل شيء. لو جينا نأخذ العنصر ليثيوم بالمجموعة الثالثة في الدورة الثالثة مع الأرجون الهيدروجين الليثيوم، المجموعة الثانية الدورة الثانية، هاي بالدورة الثانية يقابلها من العناصر النبيلة النيون، يعني نروح على الجدول الدوري، ليثيوم جنبه بيريليوم، هناك بورون واوا إلى آخره النيون. لاحظ الفرق الهائل ما بين طاقة التأين الأولى للليثيوم اللي هي 520 و2088. إذن من اليسار لليمين راح تزداد الطاقة التأين، من اليسار لليمين راح تزداد طاقة التأين. وأعطاكم مثال هون، أعطاكم الدورة الثالثة عناصر الدورة الثالثة، يا ريت ترجع الجدول الدوري تشوف الدورة الثالثة، صوديوم جنبه مغنيسيوم جنبه ألمنيوم وهكذا، بس هنا ارتبوها هيك بس عشان يقارنوا ما بين I1 و2 لحد 7. إذن
إذا هاي عناصر مين يا جماعة؟ عناصر الدورة الثالثة. طيب الصوديوم أقصى اليسار 495 طاقة التأين الأولى، عناصر المجموعة الأولى. لا إذا فقدنا إلكترون، والله ما بنفع هيك. هاي الصوديوم عندك 11 شحنة موجبة، هاي المجموعة عندنا المستوى الأول فيه إلكترونين، المستوى الثاني فيه 8، والمستوى الثالث فيه 1. لا I1 بدي أنزع هذا الإلكترون، أوكي 495 سهلة وبسيطة، سهل جدا أصلا قليل. I2 أنا وين أروح I2؟ بدي أنزع من الثمانية هذول، وهذا الفلك هذا العفو المستوى الثاني مستقر ممتلئ مستقر جدا، فصعب جدا تنزع منه، فبده قفزة كبيرة جدا تبلغ أكثر من 10 أضعاف تمني أنزع إلكترون من هذول الكور إلكترون. إذن هذا هو الفيلنس إلكترون، وهون هذا وهذا هم كور إلكترون. إذن I2 صار لها جنب. إذن عناصر المجموعة الأولى I1 سهلة، I2 يصير highly jump in in ionization energy. بما انه I2 صعبة I3 مستحيلة I4 استحالة هذول، وحكي لك هذا التدرج بأني دخلت على الكور إلكترونز، فصار عندي هون note the large jump in ionization energy in going from removal valence electron to removal core electron. يعني لاحظوا هذا اسمه valence electron وهذا اسمه core electron. لاحظوا يقول لك تحت الملاحظة هاي اللي هي star هون، انتبهت لها تحت، يعني بيقول لك لاحظ الفرق الكبير في الجمبينج ما بين طاقة تأين الفالنس إلكترون مع طاقة تأين الكور إلكترون. طيب العنصر اللي جنبه في الجدول الدوري في المجموعة الثانية، مجموعة الثانية يعني عنده بالمستوى الأخير كم؟ 2. عملية النزع الأولى 735، النزع الثانية راح تنزع الإلكترون الثاني، الإلكترون الأول راح من هون، الإلكترون الثاني من هون كمان سهلة 1475، لكن الإلكترون الثالث راح أدخل على هذول الثمانية، هذول الثمانية حكينا هم كور إلكترون، تبلغ 7730. طيب أنا أحفظها من اليوم إنه الجمب إن أينيزيشن إنيرجي تحدث متى؟ لما ادخل في الكور الكترون. طبعا شو بعرفني؟ بشوف المجموعه كم رقمها وزيد لها 1. يعني عناصر المجموعه الاولى اذا الجمب اي 2، عناصر المجموعه الثالثه الجمب الثانيه الجمب اي 3، عناصر المجموعه الثالثه الجمب اي 4 وهكذا حتى النهايه. طيب لو جينا ناخذ اي 1 تحديدا، انسى التدرج، اي 1 اللي هذول كلهم اللي حكينا عليها قبل شوي، أول عنصر على اليسار في الجدول الدوري 400، العنصر اللي جنبه 700، اللي بعده 500، يعني هنا فيه شوية شذوذ، بعدين 780، هنا 1060، بعدين 1005، بعد 1255، 1527. بشكل عام يعني أول قيمة كم؟ 400، وآخر قيمة كم؟ 1500. إذن من اليسار اليمين الايونيزيشن انرجي راح تزداد. طبعا الشذوذ اللي صار في الالمنيوم وفي الكبريت راح احكي عليه في الشريحه اللي بعدها. يلا فور اكزامبل اي 2 اكبر بكثير من اي 1، يعني جامب ان ايونيزيشن انرجي فور صوديوم، السبب ديو تو كور الكترونز ار بوند مور ماتش مور تايتلي ذان فالنس، لان الالكترونات الداخلية ترتبط بشكل كبير جدا مع النواة مقارنة بالفيلنس إلكترون. So it need more ionization، لذلك هي تحت
يحتاج ionization energy أعلى. إذن ionization energy من أعلى لأسفل في الجدول الدوري decrease due to the size of orbital increase، لأن الحجم يزيد وبالتالي ارتباط مع النواة يضعف، إذن عملية النزع راح تكون أسهل. ومن اليسار لليمين ionization energy تزيد due to increasing in nucleus charge أو ما يسمى Z effect. طيب type of stability أنواع الثبات، حكينا المرة الماضية الفيلد شيل المستوى الممتلئ أكثر استقرارا من الفيلد سب شيل من المستوى الفرعي الممتلئ أكثر استقرارا من الهالف سب شيل. إيش يعني؟ يعني لو أخذنا 2S2 2P6 هذا المستوى الثاني فل راح يكون استقراره عالي أكثر من استقرار 2S2 لوحدها، S2 ممتلئ وهو صب شل من الشلر، الشل يعني مستوى. يعني هنا لو أخذنا نأخذ هون بس 1S2 2S2 2P6 هذا يسموه شل كامل، المستوى الثاني مليان، إذن هذا فيلد شل أكثر استقرارا من هذا الصب شل. طبعا الأس يسمى صب شل والبي يسمى صب شل، أكثر استقرارا من إنه أنا أقول والممتلئ أكثر استقرارا من الهالف صب شل اللي هو 2S1، هذا نوع الاستقرار. طيب الانيزيشن انرجي للبريليوم أعلى من الانيزيشن انرجي للبورون، هذا أول استثناء حكينا عنه قبل شوي اللي هو الأصل يكون هذا يعني بازدياد هيك ازداد لحد النيون. البورون جاي هون المفروض أنه أعلى من مين؟ من البريليوم، بس طلع البريليوم أعلى من البورون. شو السبب؟ الانيزيشن انرجي في بريليوم ها اكبر من الاينيزيشن انرجي اوف بورون، يعني عكس المتوقع وعكس القاعده، هذا له سبب علمي. نجي على البريليوم عدد ذري 4 1s2 2s2، نجي على البورون عدد ذري 5 1s2 2s2 2p1. هنا فيلد سب شيل اذا هو ستيبل اند كلوزر تو نيوكليوس واقرب للنواه، بينما هون بدي أنزع من 2P1 هذا لا هو filled shell ولا filled subshell ولا half subshell، هو إلكترون واحد موجود هون، إذا النزع سهل جدا. لذلك هنا يعني نزع هذا الإلكترون بسيط جدا، ويقول لي 1s2 2s2 cause shielding of nucleus charge which decrease attraction of outer electron to nucleus. إذن هون بيقول إنه هذولا حجبوا الشحنة الموجبة عنه وبالتالي أصبح ارتباطه بالنواة ضعيفة أو ضعيف، إذا نزعه يكون أسهل. هو الأصل إني أحكي إن الأول هو الفيلد وبالتالي closer to nucleus. طيب وياريت الجميع ينتبه إنه أسئلة الفاينل راح يكون فيها كوز، يعني اكتب السبب، راح تكتبه، راح نترك لكم فراغ من 6 إلى 10 كلمات تكتبه، بالتالي اخترت هاي الدائرة ليش؟ لازم تعطيني السبب اختيارك لهاي الدائرة. طيب the first ionization energy for phosphorus is first ionization energy طاقة التأين الأولى للفوسفور، طبعا الفوسفور يجي هون الفوسفور بالعربي بالإنجليزي فوسفورس، انتبهونا بالمختبر يضايقوكم بالأسئلة، فوسفورس يعني P مش فوسفور، ما فيش اسمه فوسفور بالإنجليزي. طيب 1060 بينما السلفر اللي هو S، تعرف في سلفر في سيلفر فانتبهوا لللفظ، السلفر اللي هو الكبريت جاي تحت الأكسجين هون 1005 المفروض يكون 1070 1080 لأنه هو جاي على يمين الفوسفور.
ليش؟ لنفس السبب. طلع الفوسفور أو الفوسفورس توزيع نيون 3S2 3P3 العمود الثالث، بينما السلفر 3P4. مين اللي هو مستقر أكثر؟ هذا سعة القصوى 6 في 3، بينما هنا فيه 4. مين أكثر استقرارا؟ طبعا الهالف فيلد أكثر استقرارا من هذا اللي هو أوفر هالف فيلد. لذلك فوسفورس هاف ستيبل أوربيتال هالف فيلد بي أوربيتال، while the electron-electron repulsion in sulfur that result cause this electron to be more easily removed. يعني الإلكترون الرابع يقول لك هنا عندك 1 2 3 أفلاك للبين، إلكترون لوحده. الإلكترون الرابع الآن بده يجي بالنسبة للسلفر، بده يتمشكل مع هذول الثلاث، بعدين يعمل انقلاب أو عكس السبين تبعه. يعني هذا للأعلى هذا للأعلى وهذا للأعلى، لأن الإلكترون الرابع بده يعني يتمشكل مع مثلا إنه هو الديجينيريت حكينا مبارح، نفس المستوى في الطاقة، وبالتالي إما يجي هون أو هون أو هون، بعدين بيعكسوا الاتجاه وبيصير بالمستوى الأول واتجاه السبين تبعه ناقص نص. فعشان هيك عملية الريبالشن هاي تخلي إنه نزعه ويرتاحوا منه سهلة، عشان هيك كانت طاقته 1005 بدل ما تكون 1070. الكترون افينيتي هاي يعني خص فيها تعين الكيمياء، لانه للاسف مرات نتخرج احنا مش عارفين نميز الالكترون افينيتي ولا نعرف نشرحها. ثواني خليني اشوف بس. طيب الكترون افينيتي بالعربي هي الفا الكترونيه، هي الفا الكترونيه. معلش يا جماعه لحظه بس، مايك شغال ما شغال. طيب الكترون افينيتي انرجي تشينج اسوسييت وذ اديشن اوف ان الكترون اوتر انرجي ليفل. يعني تذكروا الليثيوم كنا نقول إلكترونين في المستوى الأول وإلكترون واحد في المستوى الثاني، وبالتالي نزع إلكترون سهل، وبالتالي احتاج إلى طاقة قليلة عشان أنزع هذا الإلكترون. بينما الفلور بنفس الدورة عنده 2 في المستوى الأول و7 في المستوى الثاني، هل يمكن أنزع منه بسهولة؟ استحالة، لأنه شحنة النواة الفعالة تاعته عالية جدا، في نواته في 9 شحنات موجبة، بينما ذاك مسكين في 3 شحنات موجبة. غير هيك هذا قرب على الامتلاء، وبالتالي يحتاج إلكترون أسهل من أني أنزع 7، بينما هنا أنا بدي 7 إلكترونات عشان أستقر، لا بنزعه برتاح منه. عملية النزع حكينا عليها قبل شوية أنها ionization energy طاقة تأين، ولا تظهر جليا في اللا فلزات. طاقة التأين تظهر واضحة في الفلزات. طيب نجي على اللا فلزات. اللا فلزات الآن شو بدها يا جماعة؟ بدها إلكترون، يعني بدي أجيب إلكترون ثامن وبحطه هون، وتمام بيصير عندي فيه 8 إلكترونات مستقر. إضافة هذا الإلكترون، إضافة هذا الإلكترون ونزع هذا الإلكترون عكس بعض، هاي تسمى طاقة تأين وهاي تسمى ألفة إلكترونية. فطاقة تأين الطاقة اللازمة للنزع، بينما الألفة الطاقة المرافقة للإضافة. زي ما أنه أنت بدك تصرف طاقة عشان تنزع هذا الإلكترون، إذا لما أدخل إلكترون بدي أعطي طاقة، بدي أطلق طاقة. إذن هنا أنا بدي أعطي طاقة للذرة عشان أنزع منها إلكترون، هون بدي أخذ منها طاقة أو هي تطلق طاقة لبرة عشان تستقبل هذا الإلكترون.
طيب ليش تعطي طاقة؟ لأنه يعني ليش تضحي بالطاقة؟ لأنها بحاجة ماسة لهذه الفترة، فتضحي بمقدار من الطاقة مقابل أن يجيها هذا الإلكترون وتوصل لحالة الاستقرار اللي يصير فيها كم إلكترون؟ يصير فيها 8 إلكترونات. إذن هذا الفلك يصبح مستقر وما حدش يتنازع معه. عشان هيك الفلور تكون شحنتها سالب، شحنتها سالب واحد. ليش سالب واحد؟ لأنها عندها 9 شحنات موجبة في النواة، واجهها واحد مع 9 سالب فصاروا 10 سالب، فصفت الفلور بعد الكسب تصبح F minus 1. إذا مرة ثانية، energy change associate تغير في الطاقة المرافق يمين لإضافة إلكترون إلى الذرة وهي في الحالة الغازية، يعني X زائد إلكترون تعطينا X minus. بينما طاقة التعيين قبل شوي شو كانت؟ الميتال يعطي ميتال بلس إلكترون. لاحظوا هنا فقدنا إلكترون، هنا كسبنا إلكترون. أوكي. إذا نقدر نعرف الإلكترون أفينيتي بطريقة أخرى، a measure of how much an atom wants the electron، قديش هي محتاجة إلكترون. فهنا حاجة الفلور حاجة ماسة جدا للإلكترون، فتطلق طاقها إلى مقدارها 320 كيلو جول بير مول. بينما إذا جينا نضيف إلكترون للليثيوم يأخذ -6 -10، يعني إشي بسيط جدا لي مش محتاجيته أصلا، ما بدها إياه، بالتالي مش مستعدة تضحي بطاقة إلا بستة جول 7 جول 10 جول فقط. لكن لاحظ الفلور ضحى بمقدار هائل جدا من الطاقة عشان يستقبل نظرا للحاجة الماسة إله. فالفلزات تفضل الفقد وتصبح شحناتها موجبة، ولا فلزات تفضل الكسب وتصبح شحنتها سالبة. من هنا نرجع للروابط العلمية في الشابتر الثاني، ليش الفلزات موجبة ولا فلزات سالبة؟ هذا هو السبب. قديش حاجة كل ذرة للإلكترونات، أو قديش تقدر تستغني عن هذه الإلكترونات. إذن كل ما كانت الطاقة المنطلقة أكثر دل على أن الذرة بحاجة أكثر للإلكترونات. إذن كل ما كان الطاقة المنطلقة أكثر دل ذلك على أن الذرة بحاجة لهذه الإلكترونات. هذه قاعدة حطوها في بالكم، هيها كتبتها هون. Note that the more negative، وكمان نقطة مهمة، more negative يعني لا تعني قيمة رياضية. يعني لما أنا أقول -5 -200، أنا لا أعني بناقص 200 إني 200 تحت الصفر، لا يا جماعة. الناقص في الكيمياء تعني على انطلاق طاقة، إن الذرة خسرت هذا المقدار من الطاقة، تمام؟ يعني أعطت طاقة هائلة في حال 200 مقارنة بالخمسة. انتبهوا. إذن note that the more negative the energy exothermic the greater the quantity energy release. يعني كل ما كانت الشحنة السالبة أكثر دل ذلك على أن الطاقة المنطلقة أكثر، أو كمية الطاقة المنطلقة أكثر. Although electron affinities generally become more negative from left to right across period. نعم، يعني حكينا الليثيوم -6 خليه -60، لكن الفلور -300، فأصبح مور نيجاتيف. مور نيجاتيف يا جماعة يعني أطلق طاقة أكثر. إذا من اليسار اليمين بنقول الإلكترون أفينيتي إيش يصير فيها؟ تزداد، أي الطاقة التي ستنطلق نتيجة إضافة إلكترون لها ستزداد، بمعنى أنها بحاجة ماسة لهذا الإلكترون المضاف. إذن الحاجة للإلكترون المضاف تزداد من اليسار لليمين في الجدول الدوري. يعني بمعنى آخر، اليسار ما بيحتاج إلكترون، لكن اللي على اليمين يحتاجه بشكل خرافي. بس نجي للنيتروجين، مثال سريع جدا. النيتروجين زي ما تعرفوا في الدورة الخامسة، في المجموعة الخامسة، إذن يحتاج 3 إلكترونات.
إذن نجي على النيتروجين، أول إلكترون حيعطينا أصوح. إذن N minus 1 ion does not form spontaneously، لا يحدث بشكل تلقائي. ليه؟ هو بحاجة ثلاث مش بحاجة واحد، وبالتالي واحد ما بيعني له شيء. إذا توفرن ثلاث مع بعض بأخذ، من غير هيك لا. إذن does not form spontaneously due to electron configuration 1s2 to s2 to p3 stable half filled. يعني N minus 1 شو تعني؟ بدي أنا أضيف إلكترون هون. طيب أنا أصلا رح أخرب اللي هو الاستقرارية اللي موجودة بالهالف فيلد اللي هو بي، بي سعة 6 نص 3 هيك مستقر. بدي أضيف له إلكترون واحد بس رح أخرب عليه، وبالتالي ما رح يحدث بسهولة. إذا أضفت له 3 أوصله للاستقرار التام، هذا وضع ممتاز بالنسبة للنيتروجين. إذا الهالف فيلد ما رح يكسب. إذا عمرنا ما شفنا إن ناقص 1 ولا إن ناقص 2، شفنا إن ناقص 3. إذن the extra repulsion between the electrons in this body occupy orbital cause into unstable. يعني الإلكترون اللي بدك تضيفه وتخلي الأيون سالب، هذا رح يلاقي تنافر كبير جدا مع الثلاثة الأصليات، وبالتالي يخلي إنه هذا الأيون غير مستقر وغير موجود حتى إن ناقص 2. لكن إن ناقص 3 خلاص وصل استقرار، إذا ما خلاص انتهينا. طيب which of the following have low electron affinity and why؟ metal ولا non metal؟ مين اللي له الفة إلكترونية أقل ولماذا؟ طبعا هذول لحد هون، لحد الجاليوم، هذول الجاليوم كمان يعتبر metal، حتى الجرمانيوم يعتبر metalloid. إذا من هون هيك هذا من فلزات، هذلك لا فلزات. إذا من اليسار اليمين الإلكترون أفينيتي راح تزداد، ومن أعلى لأسفل الإلكترون أفينيتي راح تقل. مثل هذا لو أينازيشن إنيرجي، طبعا المثل هذا جواب السؤال اللي فوق إنه المثل، بس why خليكم معي. why حكينا إنه البوتاسيوم مثلا في مستوى الأخير إلكترون واحد، بدي أحط له كمان إلكترون بيصير اثنين، هل وصلوا للاستقرار؟ لا، وبالتالي هو مش بحاجة. إذا الإضافة، إضافة هذا الإلكترون ما وصلتني للاستقرار، أنا مش بحاجة. فإذا وصلت لحالة إن المستوى الأخير ممتلئ، بأخذ هذا الإلكترون، غير هيك لا. مثال آخر، when we go down a group من أعلى لأسفل، شو يصير بالألفة؟ تقل. Electron affinity should become more positive، يعني less energy release more positive، يعني الطاقة المنطلقة أقل، يعني مش بحاجة هذا الإلكترون تصبح، أو حاجتها لهذا الإلكترون تقل. since لماذا؟ electron is at increasing distance from nucleus، يعني يضاف بمنطقة بعيدة عن النواة، إذن ما رح يتحقق الجذب الكبير للإلكترون المضاف مع نواة ذلك العنصر. خلينا نأخذ هذول كمثال. الفلور عنده مستويين، الكلور عنده ثلاث مستويات، البروم عنده أربع مستويات، واليود عنده خمس مستويات. بتكلم عن مستوى جماعة هيك. طيب انسى الفلور، تعالوا الكلور. الكلور في مدار الخير سبعة، بده إلكترون تمنه يصير ثمانية، بالتالي إضافة إلكترون هون وإضافة إلكترون هون، إضافة إلكترون هون. لما قارن عملية الإضافة هون، اليود بيقول لك أنا مستعد أضحي 295 كيلو جول برمول، بينما البروم بيضحي برقم أكبر 324. السبب إنه هالإلكترون المضاف رح يكون أقرب للنواة من الإلكترون تاع مين؟ تاع اليو، لحظة المسافة كبيرة جدا مع النواة، بينما هاي المسافة أقل، والكلور مسافة أقل وأقل عن النواة، بالتالي جذبه للنواة أو جذب النواة للإلكترون المضاف هيكون عالي، إذا بيضحي بطاقة كبيرة جدا. وغير هيك، لأن المستوى الثالث هالقد، المستوى الرابع هالقد أكبر، المستوى الخامس كبير جدا، فالتنافر هون قليل عشان هيك يضحي بطاقة قليلة.
التنافر هنا أعلى وهو بحاجته بيضحي بطاقة أعلى شوي. التنافر هنا عالي جدا وهو بحاجة هذا الإلكترون، يعني لابد يأخذه فبيضحي بطاقة كبيرة جدا. إذا الطاقة هاي تعبر عن قوة التنافر بين الإلكترون المضاف والإلكترونات الأصلية وعن بعده عن النواة. يعني 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 خلينا نقول التنافر أفضل تفسيرا، إنه والله الإلكترون المضاف هذا راح يتنافر مع الإلكترونات بحجم صغير، إذا يكون تنافر عالي وبالتالي أطلق طاقة كبيرة جدا عشان أستقبل. طيب طلعوا من تحت لفوق، الطاقة تزيد، قلت لكم انسوا الماينس، الماينس هذا فقط دليل انطلاق طاقة، يعني هون راح ينطلق 295، هون ينطلق أكثر 324، هون ينطلق أكثر 348، هاي المفروض تكون 360 ولا 365، ليش انطلق طاقة أقل رغم أنها حجم صغير، المستوى الثاني صغير حجمه؟ بالتالي إلكترون جديد هون راح يسبب يعني راح يسبب تنافر عالي جدا. بالرغم من هذا الحكي إلا أنه يطلق طاقة أقل، يطلق طاقة أقل. السبب أنه الإلكترون المضاف حكيت لكم راح يأخذ على قوة جذب مع النواة وقوة تنافر مع مين؟ مع الإلكترونات الأصلية. الآن هون التنافر تغلب على الجذب مع النواة لأنه بعيد شوي مقارنة بالإف، وهون أبعد وأبعد، فالجذب مع النواة قليل، فالتنافر هو اللي يطلع النهاية الطاقة وهون بعيدا. لكن الإلكترون المضاف هون في الفلور في تنافر عالي جدا، لكن في جذب للنواة أعلى، قريب جدا، ما في بينه وبين النواة مسافة، ما في بينه وبين النواة إلا إلكترونين يحجب منه فقط، وبالتالي هو قريب جدا من النواة. ففي الفلور بالذات قوة الجذب مع النواة تتغلب على قوة التنافر، بينما هون في الثلاث هذول قوة التنافر هي اللي تغلبت على قوة الجذب. إذن هون كاتب لك the electron affinity of fluorine is smaller than might be expected، يعني إنه الإلكترون أفينيتي في ذرة الفلور أقل بكثير من المتوقع، والسبب the adding electron in the outer shell of fluorine affect on effective nuclei، يعني يتأثر بجذب النواة more than repulsion، أكثر من مين؟ من repulsion force، بينما بهذول الثلاث repulsion force أكثر من التجاذب مع النواة نظرا لبعده المكاني عن النواة. هذا بالمستوى الثالث، هذا بالرابع، وهذا بالخامس. هاي اخذتها من النت زي ما هي. يقارن بين الionization energy والالكترون افينيتي، هنا امثلة على الالكترون افينيتي، هنا امثلة على الionization energy. هاي x تعطينا x بلس زائد E، هذا ionization energy، بينما إذا أخذنا إلكترون صارت X minus اسمه electron affinity. أعطانا أمثلة صوديوم، طاقة التأين تاعته 496 419 403 صوديوم بوتاسيوم 40، هذه في المجموعة الأولى، وزي ما شايفين قاعد تنقص من على الأسفل، لأن الصوديوم تحت البوتاسيوم تحت الروبيديوم في الجدول الدوري نتكلم، بينما الإلكترون أفينيتي هون ناقص 53، والبوتاسيوم ناقص 48، والروبيديوم ناقص 47، يعني كمية لا تكاد تذكر هاي. وبالتالي يعني هذا يقول لك إذا أضفنا إلكترون للصوديوم راح يضحي فقط ب 53 كيلو جول، وهذا رقم قليل جدا، وبالتالي لن يحدث إن الصوديوم يأخذ شحنة سالبة أبدا. بينما في حال الكلور والبروم واليود طاقة تأين هائلة 1250 1100 1000، هذول طاقة كبيرة جدا، طاقة النزع، إذا لن يحدث تأين، كما أنه لن يحدث إلكترون أفينيتي. مين يحدث هنا؟ إلكترون 349 325 255، هاي طاقات هائلة، وزي ما شايفين من أعلى لأسفل راح تقل، إلا أنها راح تأخذ الأيون، إذا راح يصبح عندي Cl- وBr- وI-، هاي كمقارنة رقمية، عشان هيك يطغى على الفلزات التأين
بأيون موجب، ويطغى على اللافذ الذات التأين بأيون سالب، أي يكسب إلكترونات هون وهنا يخسر إلكترونات. بشكل عام يلخص لنا الحكي، إلكترون أفينيتي تتأثر ب affected by زد effect اللي هي شحنة النواة الفعالة and in value ورقم المستوى، هل هي في المستوى هذا الثالث هذا الرابع هذا الخامس، بالتالي تأثرت الإلكترون أفينيتي بمكان المستوى. تمام، يعني هاي مثلا مستوى الثالث الرابع الخامس لحظة الطاقة اختلفت بسبب اختلاف قيمة in، فقايل لي هون متى أتأثر بإن ومتى أتأثر بزد إفكت؟ إن جروب إن إنكريز إن تزداد much more than زد إفكت، يعني تزداد بشكل واضح مقارنة بالزد إفكت which affected by shielding which decrease attraction to nucleus والتي تؤثر على الحجب والذي يقلل من الاتراكشن مع النيوكليوس to additional electron so electron affinity تقل من أعلى إلى أسفل. يعني زي ما ذكرنا قبل شوي هذا عنده مستويين بس، هذا عنده ثلاث مستويات، هذا عنده أربع مستويات إذا تتذكرون أربع مستويات. هلا أربع مستويات عندك هذول كلهم يعملن حجب لشحنة النواة، عشان هيك يعني إضافة إلكترون في تنافر قليل إذا الألفة الإلكترونية تاعته قليلة، بينما اللي قبله الإلكترونات الداخلية قليلة الشيلدينج قليل والتنافر عالي شوي فيضحي بطاقة أكبر من الأولى وهكذا. نجي لهون حكينا عن إن جروب إن تتأثر أكثر، وهنا أعطانا مثال كربون نيتروجين أكسجين فلور نيون والصوديوم، هذول كلهن نون لهون في نفس المجموعة الثانية في نفس المجموعة الدورة الثانية، لكن هاي مجموعة 4 5 6 7 8 وهاي اللي بعد. فلاحظ 1068 ionization energy 1400 1300 1600 في تذبذب، لكن من البداية للنهاية لاحظ في نفس الدورة بمجموعات مختلفة تزداد من اليسار لليمين، لأن هذا كربون هيك جاي كربون اللي جنبه نيتروجين اللي وبالتالي الانتقال من اليسار لليمين لاحظوا عمل طاقة تأين عالي، رغم أنه لا يظهر التأين في هاي العناصر بشكل واضح زي مين زي الألفة الإلكترونية. الألفة الإلكترونية الكربون راح يطلق 122 النيتروجين صفر تقريبا، راح نحكي ليش صفر، الأكسجين 141 الفلور 328 النيون يرجع صفر طاقة الألفة الإلكترونية تاعته صفر. in period in value stable في الدورة القيمة n ثابتة، مين اللي يلعب دورة حاليا؟ Z effect تزداد، يعني the attraction of a nucleus to the additional electron يعني تجاذب أو جذب النواة للإلكترون المضاف يزداد، so the energy release will increase يعني الألفة الإلكترونية راح تزداد، يعني بمعنى آخر الذرة تضحي بطاقة أكثر عشان تستقبل هذا الإلكترون. طيب as electron affinity increase، معلش خمس دقائق أو سبع دقائق أخلص إن شاء الله أو أقل، as electron affinity increase the anion become more stable، هاي قاعدة ذهبية حطوها في بالكم، كلما زاد الألفة الإلكترونية كلما كان المركب more stable. يعني قبل شوية الفلور فلور بروم يود، مين أثبت واحد؟ ناس كثير راح يخربط يقول لك فلور، لا الفلور صار صراع شديد جدا بين جذب النواة وتنافر الإلكترونات وتغلب الجذب على مضاد، فإذا تلاحظوا كانت طاقته الفلور معلش كانت طاقته مش أكثر من الكلور 327 حتى قريبة جدا من البروم، عشان هيك مين أثبت واحد في هذول اللي يطلق طاقة أعلى اللي هو الكلور ثم الفلور ثم البروم ثم اليود. أوكي
إذا هنا so fluoride more stable than lithium بس less stable than chloride أكيد. الفلورايد بيطلق 328 بينما الليثيوم 60 مش 66 لسبب زد افكت في الفلورايد عالي جدا وبالتالي لن يضحي بإلكترون جديد مضاف إليه بينما شحن زد افكت في الليثيوم قليلة وبالتالي هو أصلا مش بحاجة إلكترون عشان هيك ما بيضحي بطاقة ولن يتكون ليثيوم ماينس. Exception to the general trend حكينا عن البيريليوم إني بدي أفقد من stable subshell إذا راح يكون طاقة عينه قليلة. النيتروجين نحكي عن النيتروجين. النيتروجين توزيعه S2 to S2 B3 so addition of an electron to an already occupied orbital result in lower than predict electron effect. يعني إنه أنا أضيف إلكترون هون راح يعمل راح يخلق مشكلة التنافر الكبيرة مع الثلاثة هذول وبالتالي لن يتكون الـ N-1 لكن إذا أضفنا ثلاثة مرة واحدة راح يوصلوا لحالة الاستقرار. النيون هنا ليش صفر؟ يعني ما راح يطلق طاقة أصلاً ما بده أصلاً لأنه إضافة الإلكترون الجديد راح تكون على شيل جديد وبالتالي ما في أي تنافر وبالتالي ما في أي تجاذب. إذن هنا النيون ناقص واحد لن يحدث زي النيتروجين ناقص واحد لن يحدث. هاي مجرد أمثلة فقط. كربون زي إلكترون كربون ماينس كيور spontaneously because adding an electron to P2 subshell to form half filled P3 subshell. يعني يقول لك كربون ناقص واحد بيصير ولا ما بيصير؟ بيصير لأنه أصلاً توزيعه ينتهي ب B2 لما أضيف الإلكترون يصبح B3 تين B3 half filled إذن هو stable. نيتروجين لما يكسب إلكترون يعطي نيتروجين minus one. هل هذا يحدث؟ يقول لك never happen spontaneously لا يمكن حدوثه تلقائياً because adding electron على half filled راح يعمل خلل ويعمل repulsion عالي so هو endothermic reaction وبالتالي لن يحدث. O minus one هل يحدث ولا لا؟ Will occur spontaneously because the defect is larger than N while O minus two never occur unstable but can be stabilized by cation insulate. يعني يقول لك الO ناقص اثنين هذا ما يعني unstable. إيش يعني unstable؟ يعني مش مستقر يعني بده أي حدا يتفاعل معه عشان يستقر. يعني ما في إشي اسمه O ناقص اثنين ها ونحطه في علبة ونتفرج عليه ولا O ناقص واحد. تمام؟ السبب إنه هذا نشيط جدا ويعني غير مستقر على stable وبالتالي يعني ما بيستقر إلا داخل ملح يعني بيكون مع كالسيوم مع مغنيسيوم إلى آخره. ملخص الكربون ناقص واحد more stable half filled هنا less stable not cure وهنا stable due to the defect هنا never cure due to high repulsion but can be stabilized فقط إذا فعلنا مع كاتيونس. بهيك نكون أنهينا هذا ملخص الحكي كلياته. ionization energy electron affinity وatomic radii من اليسار اليمين هون وهون من أعلى لأسفل ومع الأسباب. أوكي هيك نكون أنهينا الشابتر السابع. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بشابتر ثمانية.